السلام عليكم، اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم أحبائي رح نعمل طريقة كتير حلوة، طريقة كتير بسيطة لمشروب كتير طيب. رح نعمله بطريقة كتير بسيطة من مكونات سهلة وموجودة بكل بيت. أهم شي يكون عندنا النشا، لأنه هو النشا هو الأساس بهيدي الوصفة. إذا ما في نشا مش رح يزبط معكم. أهم شي يكون عندكم ملعقة نشا مش أكتر، بالإضافة للحليب. رح نعمل السحلب بطريقة كتير بسيطة. وقت في ناس بتجيب السحلب الجاهز، ليه بقى؟ ليه لنجيب أصلا السحلب الجاهز ونحن اللي نقدر نعمله بالبيت بطريقة كتير بسيطة لحتى ندفي حالنا وندفي ولادنا. رح نباشر بالطريقة أحبائي، بس أول شي بتمنى تحطوا لايك كتير كتير كبير للفيديو، وأكيد إذا بعدكم ما اشتركتوا وكنتم من المتابعين الجدد بنزلوا هلا تحت لأسفل الفيديو، بصوا اشتراك، فعلوا الجرس، بصوا على كلمة الكل ليصلكم مني كل جديد. مباشرة أحبائي رح ننتقل للطريقة. بحال أحبائي ما في عندكم الحليب السائل، هل ممكن نستخدم الحليب البودرة؟ أكيد فيكم تستخدموا الحليب البودرة بكل بساطة. بنحط لكل كباية مي بنحط لها ملعتين ونص من الحليب البودرة، بتطلع معنا غير شكل، يعني ما ضروري أبدا نستخدم الحليب السائل. أنا بدي استخدم تقريبا نص لتر من الحليب السائل. برجع بذكر فيكم تستخدموا الحليب البودرة بكل بساطة وبتزبط معكم الطريقة يعني بشكل كتير كبير. حطينا نص لتر من الحليب. لنص لتر من الحليب أنا بحاجة لأربع معالق طعام من السكر. إذا بتحبوا السكر زيادة فيكم تحطوا خمس معالق، بس أربع معالق بيكفي، وطبعا معالق ممسوحة مثل ما شايفين. رح نعطيهم تحريكة. هيدا الشكل. رح نزل عليهم شوي صغيرة من المسكة. شوي صغيرة المسكة بتعطي طعم كتير طيبة، بالإضافة تعطي طبعا يعني هي كتير مهمة للمعدة، فنحن هون رح نستفيد من نكهة وكمان رح نستفيد من علاج كتير مهم لمعدتنا. إذا كان عندنا مشاكل بالمعدة بنصحكم، أو إذا كان عندكم مشاكل بالمعدة بنصحكم تاكلوا المسكي بطريقة كتير كبيرة. رح نزل هلأ ملعقة النشا مثل ما شايفين، ملعقة واحدة مش أكتر، ورح نخلطهم كلهم بقلب بعض. طبعا مثل ما شايفين انا هون كل شيء عم بشتغله على البارد، يعني الحليب عندي بارد ما بيكون ابدا سخن كرمال النشا ما بيدوب بالحليب الدافي او حتى بحليب السخن، فبيعطينا تكتلات، فمفروض انه ننزل النشا بحليب بارد على طول. هيدا الشكل. طريقة كتير سهلة أحبائي لعملان السحلب بالبيت، ما يعني ما ضروري أبدا نشتري من برا. هاي هي المكونات، إذا حليب، سكر، مسكي بالإضافة للنشا، وأكيد بعد بدنا نضيف إضافي لحتى نحصل على نكهة أحبائي كتير طيبة. خلينا هلأ مباشرة هون أحبائي مثل ما شايفين حطيناهم على النار وبلشنا بالتحريك لحتى يشتد عندي المزيج. مجرد ما انه يشتد شوي صغير منطفي، يعني احنا ما بدنا نضلنا نحرك فيهم لحتى يشتد لدرجة انه يصير مثله مثل المهلبية، لا ابدا، بس شوي صغيرة وبنطفي تحته. طبعا بعد في مادة وحدة بدنا نحطها لحتى ننكه ننكه السحلب معنا. مثل ما ملاحظين هون اشتد عندي، شوفوا اشتد عندي المزيج،
مجرد ما انه يشتاب ضيف مباشرة ماء الزهر نضيف شوي صغيرة أحبائي هيدي ماء الزهر مثل ما شايفين على الآخر ومنطفي النار. نحن هلأ طفينا يعني وصلنا لهيدا الجمود شفتوا جمد معي هلأ رح يجمد بعد أكتر كرمال هيك أنا طفيت هلأ بهيدا الوقت. هيدا هو السحلب أحبائي ما بيغلب أبدا منه صعب أبدا بكل بساطة ما ضروري أبدا إنه نروح على السوبر ماركت نشتري علب جاهزة للسحلب أو حتى نطلب السحلب من محلات خاصة. فيكن هلأ تعملوا عندكم بالبيت على فكرة ريحته كتير كتير حلوة بيتقدم هو سخن بدفي كتير أحبائي. خليني فرجيكم طريقة التقديم. بسم الله هيدا السحلب أحبائي مثل ما شايفين بينضاف على وجه السحلب القرفة المطحونة هيدي الطريقة بيعطي طعم كتير 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 طيبة. هحط بعد شوي صغيرة بالإضافة للقرفة هيدا الموضوع اختياري أنا بحب وقت أعمل السحلب بقدم معه الفستق الحلبي. هلا إذا بدكم بكفيكم تعملوا هيدي الطريقة أو إذا بدكم مش ضروري أبدا بس هون عندي أنا الفستق الحلبي شفتوا بحب هيك يعني على طول أعمل هيك حركة صغيرة بأي شيء أنا بعمله. هيدي فكرة ريحتهم كتير 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 طيبة أحبائي وانصحكم تجربوها. أنا هون بحب آكل السحلب أو أشرب السحلب أو بالملعقة أو بحب غط الكعك بقلبه بهيدا الشكل وآكله. أنا هلأ أحبائي بدي ودعكم إن شاء الله يا رب هاي الطريقة تكون سهلة وحبيتوها جربوها وصدقوني راح تدعوا لي وخبروني تحت بالكومنتات شو رأيكم وهل لقيتوا الطريقة سهلة أو صعبة. هلأ بدي ودعكم بحبكم كتير إلى اللقاء.